النقطه الثانيه بقى فون سبوت، واحنا حبينا المره دي نعملها بشكل مختلف. مباراه الاهلي مش موجوده، فمباراه الاهلي وحشتنا، ففارس هيعمل لنا اطلاله على الماضي مع مستر هيديكوتي مدرب النادي الاهلي العظيم في السبعينيات. بص يا احمد، مستر هيديكوتي كنز خباه النادي الاهلي كمدرب في الفتره اللي دربه فيها في رايي عن عيون كبار الانديه في اوروبا. مستر هيديكوتي ما ينفعش يكون عندك حد بالعبقريه دي وبالامكانيات دي كمدرب وكلاعب وما نلقيش الضوء عليه بالقدر الذي يستحقه. جمهور النادي الاهلي الموجود دلوقتي كتير جدا ما عاصرش احداث مستر هيديكوتي، يمكن احنا ما عاصرناهاش زيكم بس نقبنا في التاريخ عشان نقدر نكلمكم عن مستر هيديكوتي. مستر هيديكوتي من اعظم اللاعبين اللي جم في تاريخ منتخب المجر الذهبي اللي لعب نهائي كاس العالم سنه 54. مستر هيديكوتي يعرف في كره القدم انه اول لاعب تم استخدامه بفكرة المهاجم الوهمي، لاعب رقم 9 الوهمي فولس 9. هو أول لاعب، إحنا بنتكلم عن فولس 9، أول لاعب نتكلم إن هو تم استخدامه بالشكل ده. هيديكوتي كان من نجوم منتخب المجر اللي مع بوشكاش وصلوا نهائي 54. عايزين كمان نتكلم إن هيديكوتي بيقول كان قلب الهجوم يواجه صعوبات متزايدة بسبب الرقابة اللصيقة عليه، فظهرت فكرة سقوط المهاجم عشان يدي أفضلية للاعب بين ثنائيين يدخلوا في مكانه ويكون خاليين من الرقابة. دي عبقرية مستر هيديكوتي. عايزين نتكلم عن مستر هيديكوتي كمان في عين لاعب من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم وهو بوشكاش. قال إنه لاعب عبقري يجيد قراءة الملعب وإمكانياته تتناسب مع هذا الدور تماما، يتمركز أمام خط الوسط، يصنع تمريرات سحرية ويجذب خط دفاع الفريق المنافس فيتركون أماكنهم وينطلق انطلاقات رائعة ليسجل. مستر هيديكوتي كان قريب الشبه جدا في الأداء من النجم الأسطوري ليونيل ميسي. عايزين نتكلم كمان ان صحيفة الجارديان العالمية قالت عن مستر هيديكوتي هو الأب الروحي للكرة الشاملة. اذا كان منتخب هولندا في السبعينات كان لاعب الكرة الشاملة، فهيديكوتي من احد نواة الكرة الشاملة تاريخيا، العمود الفقري لمنتخب المجر العظيم مع المدرب جوستاف سيبس اللي كان بيشرف على منتخب المجر اللي كان بيلعب بطريقة 4-2-4. كان بالنسبة له هيديكوتي هو حجر الزاوية في الطريقة دي يا أسامة. الحقيقة منتخب المجر عمل في الخمسينيات كان فريق أسطوري أو منتخب أسطوري لدرجة أنه من سنة 1950 ل 1956 لم يخسر أي مباراة قدام أي منتخب، لكن من حظه السيء أن المباراة الوحيدة اللي خسرها كانت نهائي كأس العالم 1954، منتهى سوء الحظ. مش كده وبس، منتخب المجر فاز على إيطاليا في روما 3-0، وفاز على الارجنتين وعلى البرازيل بنتيجه 4-2 بالتناوب، وفاز كمان نتيجه كبيره جدا على انجلترا في ويمبلي 6-3. كان هيديكوتي احرز في المباراه دي 3 اهداف اللي هو هاتريك، كمان فاز عليه مره اخرى 7-1، فكانت نتائج عظيمه لمنتخب المجر. ويمكن احنا قابلنا المجر قبل كده لكن 34 تقريبا، ولكن في الخمسينيات كان منتخب متفوق جدا. هيديكوتي الحقيقه كان لاعب استثنائي وكمان كان مدير فني استثنائي. احنا زي ما قال فارس يعني خطفناه من العالم كده، جاء في حقبه بعد طبعا الحرب وبعد انتهاء الحرب. النادي الاهلي لعب موسم 71-72 حق مركز رابع، وكان الكابتن صالح سليم وقتها مدير الكره، وله تصريح شهير جدا للكابتن صالح سليم، هو قال انا بعد بفريق لكن محدش يطالبني ببطوله غير بعد 3 مواسم. هيديكوتي مع فريق التلامذه قدر يبدا من اول موسم يسلك طريق البطولات. اعتقد كان مدرب عظيم للنادي الاهلي، وحتى كمان هيديكوتي بدا يعني يصنع لاعب مركز اللي هو لاعب الارتكاز وتطرق عليه بعض اللاعبين. اعتقد يا فارس تاريخ هيديكوتي كلاعب ومدير فني في انجازات كتير. طبعا مستر هيديكوتي كان المشرف والمطور لفكره جيل التلامذه، كابتن محمود الخطيب، كابتن مختار مختار، كابتن فتحي مبروك، وكان إضافات من بره زي كابتن محسن صالح أو كابتن طاهر الشيخ اللي قدر يأسس بيهم جيل بيسيطر على البطولات، قدر يأسس بيهم جيل مختلف تماما. هيديكوتي يا أسامة
توج مع النادي الاهلي بالدوري سنه 75 76 77، خسر الدوري 78 بالهدف الاعتباري الشهير، ورجع بعدها 79 و80 حقق بطوله الدوري تاني. ده زي ما اتكلمنا 12 موسم اتلعب منهم 6 مواسم بسبب ظروف الحرب النادي الاهلي بعيد عن الدوري. الراجل ده لما جه عمل حاجة على مستوى العقلية الفردية للاعب وبشكل جماعي على مستوى الفريق. الراجل ده دخل كرة قدم في مصر كان الأندية في مصر بعيدة عنها. هنستعرض حاجات جاية كتير جدا هتعرفوا مدلول ده فنيا في الملعب كان عامل ازاي أسامة، ولكن في وقعة خاصة غير بطولات الدوري محتاجين نقف عندها مميزه لهيدوكوتي. هو موسم 78 بما انك ذكرت هو الموسم الوحيد اللي النادي الاهلي فقد فيه بطوله الدوري بهدف اعتباري. الحقيقه كان ليه قصه الموضوع ده، ان البطوله كانت ممكن وقتها بتتحسم بفارق هدف، ونادي الزمالك كان له مباراه مع نادي المحله، وطبعا جماهير المحله القت طوبه، فالطوبه دي حسبت النتيجه. كان الزمالك متقدم 1-0، حسبت النتيجه للزمالك 2-0. الحقيقه وقتها تقبل الزمالك الموضوع بصدر رحب جدا لان الامر كان في صالحه. لكن عايز احكي واقعه حصلت في سنه 76 كانت برضه بين الزمالك والمحله، والمحله متقدم على الزمالك 2-0 وكابتن طه بصر جاب جول بقت 2-1. من جماهير الزمالك تم القاء طوبه فاتصاب لاعب المحله عمر عبد الله. لما اتحاد الكره حسب وقتها المباراه لصالح المحله، نادي الزمالك اعلن انسحابه من مسابقه كاس مصر، وكان يعني الموضوع ليا اوكي عليا انا معترض وبنسحب من المسابقه، وعمل وقتها احتجاج كبير جدا. وكان اتحاد الكره في طريقه في سنه 76، احنا بس نلقي الضوء على النقطه دي، كان حابب كمان يصعد نادي الزمالك لمواجهه النادي الاهلي، كان مجموعتين ويلعب النهائي، لكن النادي الاهلي اصر على موقفه والمحله اصر على موقفه، وتلعب النهائي بين الاهلي والمحله. اما في كاس مصر بعد ما خسرنا الدوري بهدف اعتباري طبعا الاهلي بيطلع شوط اول ومهزوم من الزمالك 2-1. مستر هيدوكوتي هيخسر الدوري والكاس، الموقف صعب جدا. تعالوا نشوفوا الكابتن محمود الخطيب، وقتها كان كابتن النادي الاهلي اللي كان مقرب جدا من الكابتن هيدوكوتي، لان كابتن هيدوكوتي كان شايف في كابتن محمود الخطيب اللي كل العالم وقتها كان شايفه ان هو لاعب اسطوري يستحق شاره قياده النادي الاهلي. تعالوا نشوف الواقعه دي ونرجع تاني نعقب عليها. كنا مره في ماتش اهلي وزمالك وكاس مصر، وكان الزمالك فاز بطوله الدوري العام، وكان نهائي كاس مصر، واول تايم احنا كاسبين 1-0، واخر دقيقه في اول تايم الزمالك تعادل 1-1 في تاني تايم. في اول تايم دخلنا اوضه اللبس، كنت انا كابتن التيم، فدخلنا اوضه اللبس انا كنت بلعب، فجه مستر هيدوكوتي راح داخل مزعق للعيبه وراح واقف جنب الحيطه كده شويه، فانا فاكر واقف مستني الولاد على ما يخسروا وشهم مش عارفين يقعدوا عشان يكلمهم يعني. فالولاد قعدوا، اللعيبه زمايلي قعدوا ومستنيين يتكلم، ما اتكلمش، فرحت رايح له بصفتي كابتن تيم بقول له مثلا كوتي الاولاد مستنيينك، فلقيته دموعه ونازله بقى بيعيط يعني. هو ما فرقش معاه، هو حقق النادي الاهلي كمحترف ممكن ما تفرقش معاه، وحقق بطولات كتير، فليه بيعيط؟ بيعيط انه بيحب النادي. فلقيته قال انا مش قادر اتكلم، فعلا ما اتكلمش ونزلنا تاني تايم والزمالك جاب الجون التاني. كلمته بقى باسلوب تاني بصراحه. ساعتها كنت كابتن تيم قلت له دلوقتي انت بتاخد فلوس عشان تتكلم، بتاخد فلوس عشان تدير الناس، ما تاخدش فلوس عشان تقعد ساكت يعني. طبعا كان اسلوب تاني خالص واسلوب عنيف بالنسبه له، فالراجل اتكلم وعمل تشكيل يعني، بقى ده قدرته بقى الكبيره جدا، عمل تغيير في الملعب سريع قوي. الزمالك الخطيب وطاهر والزمالك كان مطلوب منه واحد، فراح مزود عدد الفراوده بتاعت النادي الاهلي، والحمد لله اخر ربع ساعه ربنا وفقنا وكسبنا المباراه. وكان من قديم الازل علاقه المدير الفني الاجنبي بالنادي الاهلي بتصل عشقا حد البكاء. مباراه الاهلي والزمالك 78 مباراه اسطوريه، ويذكر عن المستر هيدوكوتي ان عمره ما عمل تغييره والفريق متاخر الا لما كانت التغييره ايجابيه، واعتقد كابتن محمود الخطيب في نهائي كاس مصر كان تغيير ايجابي وايجابي جدا، وقدر النادي الاهلي يحول الهزيمه من 2-1 في موسم كان النادي الاهلي هيخرج فيه بدون بطوله الى 4-2 ليرد النادي الاهلي على خساره الدوري سنة 1978 اللي بهدف اعتباري. وبالمناسبة التحكيم كان له دور كبير جدا في إلغاء أهداف محققة من هدف في المباراة النهائية بين الأهلي والمحلة للاعب النادي الأهلي، تصويبه من نص الملعب تم إلغاء المباراة. على الجهة الأخرى كان الزمالك بيلعب في الإسماعيلي وتم وأحرز الزمالك هدف تاني حقق بيه لقب الدوري. أعتقد ملحمة مستر هيدوكوتي مع لاعبين كلهم كانوا 19 سنة و20 سنة وجيل تلامذة، أعتقد ملحمة فعلا تستحق الذكر. وإن كان مستر هيدوكوتي
الحاجة الوحيدة اللي كانت ناقصاه عشان تكون الصورة مكتملة هو الحصول على أي بطولة أفريقية مع النادي الأهلي. ده بقى اللي احنا هنتكلم عليه في وجهة نظر ازاي تعرف المدرب العبقري. في رأي أحمد في حاجتين، المدرب العبقري هو اللي بيطور الأداء الفردي لبعض اللاعبين لأن مش كل اللاعبين قابلين للتطور الفردي، ودي قاعدة في كرة القدم، وبيطور الأداء على المستوى الجماعي، وده كان بصمات مستر هيدوكوتي واضحة فيه جدا. كابتن محمود الخطيب ليه فيديو مش هنقدر نعرضه لأنه لا علاقة بالحقوق، كان بيتكلم عن فكرة دور مستر هيدوكوتي معاه على المستوى الفردي. يعني ايه كابتن محمود الخطيب بينزل الساعة 6 الصبح مع مستر هيدوكوتي ومعاهم عامل غرفة الملابس في النادي عشان خاطر مستر هيدوكوتي بنفسه يعمل اكتر من 20 او 30 عرضية لكابتن محمود الخطيب لحد ما يقدر يتقن فكرة التسجيل الاهداف بالرأس، لانه كان شايف ان هي سلبية. كمان عايزين نتكلم في فكرة زي ما مستر مانويل جوزيه، ودي قناعة شخصية عندي، كان ليه دور كبير جدا بعد ما جاء موسم 2011 اللي ما كملش فيه ومشي بسبب ظروف أحداث يناير في الثورة، كان كمان الدور واضح ليه في بطولتين أفريقيا اللي حققهم النادي الأهلي بعد كده. طبعا أكيد كابتن محمد يوسف وأكيد كابتن حسام البدري لهم دورهم، وأكيد طبعا هم اللي ياخدوا النصيب الأكبر، ولكن كان ليه لمسته. ده اللي عمله مستر هيدوكوتي مع كابتن محمود الجوهري لما حقق بطولة أفريقيا 82، كان بصمة مستر هيدوكوتي موجودة في عقلية اللاعب نفسه. في عقلية اللاعب، وكمان الأداء الجماعي، وكمان فكرة تطوير اللاعبين اللي هو طورهم فرديا. وصلنا لمرحلة من النضوج للاعبين، ده أكيد يا أحمد. وعشان كده في ربط، الربط بيحصل ازاي؟ كابتن شطة لما كان بيتكلم عن فكرة تطوير مستر هيدوكوتي ومحمود الجوهري ليه، لان لولا مستر هيدوكوتي ما كانش كمل. هنرجع الفيديو، بس حابب اقول حاجة كمان. كابتن مجدي عبد الغني هيدوكوتي قال كلام سابق عصره، حابب اقول لكم الكلام نصا. كان بيلوموه في فكرة كابتن مجدي عبد الغني في البدايات، وطبعا كابتن مجدي اول ما ظهر كان اللاعب اللي ادواره تكتيكية اكتر منه مهاري، في عصر كان اختيار اللاعب المهاري هو الاميز ما كانش شيء يعني الناس بتألفه بشكل كبير. كان مستر هيدوكوتي قال ايه بقى؟ قال المهارة تمثل لي 40% في اختيار اللاعب، بينما الانضباط الفني واللياقة البدنية تمثل 60%. مجدي عبد الغني سيكون الأطول عمرا في الملاعب وسيحترف في أندية أخرى. كان مستر هيدوكوتي شايف اللاعب اللي قدامه بشكل تكتيكي. كابتن شطة كان بيتكلم ان لولا مستر هيدوكوتي وتوظيفه ليه اللي هو لاعب مش مهاري كان صعب جدا يكمل في النادي الأهلي. نشوف الفيديو ونشوف كابتن شطة قال ايه عن مستر هيدوكوتي. تعتبر من المباريات اللي هي يعني هيستوريكال، حاجه كده تاريخيه، تاريخ يعني احفظها يعني. فواضح انه هيدوكوتي كان له يعني خبره كبيره، انت بصمه على الكوره كلها عامه يعني. حقيقه هذا الرجل لولاه جوهري انا ما كنتش تعبت في النادي الاهلي حقيقه. لانه ما كانش في مدرب هيقدر يوظفني التوظيف ده، لان انا اقتنعت. انا حقيقه برضو عندي قدر من الذكاء، لان انا كنت اساسا عارف كويس ان انا مش قادر العب مع المجموعه دي، وانا مش ابن من ابناء النادي، ولا جاي بفلوس ولا جاي يعني بعقد صفقه يعني. فقلت بقى الحل الوحيد ان انا اشوف المدرب عايز مني ايه. كنت عندي قناعه ان صعب العب مع المجموعه دي، اللي خلى كابتن شطه يلعب فكر مستر هيدوكوتي. عندك تعقيب مهم في القصه دي يا احمد؟ لان بالفعل مستر هيدوكوتي ما كانش بس مع كابتن شطه او كابتن مجد عبد الغني، ولكن انا حابب بس القي الضوء على فكره تصريح اللياقه البدنيه بتمثل عند مستر هيدوكوتي 60%. الحقيقه مستر هيدوكوتي له واقعة شهيره جدا وقتها، الاعلام الرياضي ما كانتش مستصاغه بالنسبه له، ان وقتها كان الفرق لما بتيجي بتعمل حاله الاحماء او التسخين بتعملها بغرف الملابس. مستر هيدوكوتي اول مدير فني ياخد لاعبي فريقه او اللي هو لاعبي النادي الاهلي ويعمل التسخين في ارض الملعب قبل تلت ساعه من المباراه. دي كان حاجه طريفه، بس الاعلام وقتها قالوا نص كده، قالوا بانه مدرب مجنون، لان كانت الفكره طالعه ان كله بيتدرب في اوضه اللبس، ده طلعهم للملعب قبل تلت ساعه من المباراه. دي عبقريه مستر هيدوكوتي يا احمد، اللي احنا حبينا كمان نشوف انعكاسها في حاجات زي النتائج. ناخد الاول احمد عيد، الكابتن احمد عبد الباقي، ناخد كابتن احمد عبد الباقي استكمالا لفكره التطوير. الكابتن احمد عبد الباقي له واقعه شهيره ايضا لما جاء النادي الاهلي، وقتها وكان احتياطي لكابتن حسن حمدي. فاللي حصل ان اول تمرينه قال له العب باك يمين مستر هيدوكوتي، توظيف فطبعا كان غريب وقتها على كابتن احمد عبد الباقي، قال له لا انا سردي باك، قال له اطلع. بالفعل طلع الكابتن احمد عبد الباقي بره وقعد في البيت يومين ثلاثه ما بيروحش، فاستدعوه. طبعا وقتها جاء الكابتن صالح سليم قال له ايه المشكله؟ قال له انا بلعب سيرد باك ومستر هيدوكوتي عايزني العب باك يمين. قال له
مرة تانية ما تكررش حاجة زي دي. والمدير الفني احنا بس بنرسخ لفكره ازاي مدير الكره بيتعامل مع اللاعب وازاي بيدعم وجهه نظر المدير الفني. طبعا كابتن صالح سليم غني عن التعريف في النقط دي، قال له مره تانية ما يحصلش الخطا ده لان هيكون العقاب عسير. المدير الفني عايزك باك يمين تلعب باك يمين، عايزك نص ملعب العب نص ملعب. وبعد كده تفهم الكابتن احمد عبد الباقي ان مستر كوتي قال احنا خسرنا مباراه كاس بسبب خطا من الجبهه دي، فكان شايف ان هو بالقدرات بتاعته يقدر يسد الجبهه اليمين، وبالفعل كابتن احمد عبد الباقي اصبح باك يمين مع مستر هيديكوتي في تصنيف اللاعبين. وقعتين مهمين جدا فيهم درسين، اولا فكره المدرب القادر على التطوير والمدرب اللي سابق زمنه بكتير جدا، عشان كده احنا بنوريكم مستر هيديكوتي كما لم تروه من قبل، مستر هيديكوتي بعين مختلفه. ولكن موقف كابتن صالح سليم يذكر فيشكر طبعا، في حاجه مهمه جدا محتاجين، لان الموضوع لو حدث فردي ماشي، كابتن ياسر ريان كان ليه برضه وقع بيحكي فيها ان كان احد المدربين بيشرف عليه وكان بيديه ادوار دفاعيه كتير جدا. فكابتن صالح سليم نفسه كان شايف ان كابتن ياسر ريان اداؤه قل، فجابه اتكلم معاه فكره ان انت ادائك تراجع جدا، فقال له اصل المدرب طالب مني واجبات دفاعيه ومش طالب مني ان ازيد واسيب مكاني وكده. قال له المدرب صح، اعمل المدرب بيقولك عليه. ففكره ثقافه رئيس النادي اللي بيساعد اللاعب دي حاجه، بيساعد اللاعب وبيساعد المدرب بالضبط. لان هم ما انا لو المدرب كلامي مع اللاعب مختلف عنه هيبقى ازمه. دي ثقافه مميز بيها النادي الاهلي في فكره كل واحد عارف دوره ايه.